بنختم بكل الشكر والتقدير للسيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والسادة قيادات حزب الوفد لمنحهم للجنة الرياضة أنها تقوم بعمل الاستفتاء الخاص السنوي الخاص بالرياضيين. في الحقيقة طبعا الاستفتاء ده كان بالمشاركة ما بين لجنة الرياضة ولجنة الشباب وجريدة الوفد وبوابة الوفد. خد مننا مجهود كبير الفترة السابقة، وأحب أن أنا أوضح لحضراتكم أن الاستفتاء صوت فيه ما يقرب من 800 ألف شخص تقريبا، كان عبارة عن 25% عن آراء الجمهور و75% من آراء النقاد الرياضيين والمدربين والمتخصصين. في الحقيقة كان كل سنة إحنا كنا بنكرم اللاعبين وبعض الإعلاميين، لكن السنة دي كان الفكر مختلف شوية. إحنا كنا عايزين نعمل حاجة جديدة، فدخلنا في إن إحنا التكريم يشمل الإعلاميين، الإذاعيين، المعلقين، حتى المراسلين وأفضل البرامج الرياضية، وطبعاً بالإضافة إلى أفضل لاعب محلي ولاعب محترف في مصر. كل الكلام ده اتعمل واتعمل بمجهود كبير من اللجان المختلفة داخل الحزب والأندية الرياضية، أفضل ثلاث أندية على مستوى مصر. فكان دي طبعاً هذا الموضوع كان خد مننا مجهود شاق جداً ومجهود كبير، ففي جنود مجهولة كتير جداً ساعدت في مثل هذا العمل. في الحقيقة هذا اليوم يوم جميل جداً، إن لما يكون يحضر في حزب الوفد قياداته وجميع القيادات الرياضية الكبيرة والإعلاميين الرياضيين على أعلى مستوى في مصر، فإنه يوم عيد في يوم عيد في حزب الوفد. طبعا حاجة جميلة وبتبعث على الفخر والشرف ان حزب الوفد احد قلاع الوطنية الموجودة في مصر بتاريخه العريق، بيكرم النادي الاهلي كافضل نادي عربي افريقي. وكانت كلمات مؤثرة كمان قالها المشرف بهاء الدين ابو شقة رئيس الحزب، وبيتكلم على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكمل التصفيق والحضور للكلام اللي قاعد يتقال في حق كابتن محمود الخطيب. ده الطبيعي، الحمد لله النادي الاهلي قلعة من قلاع الوطنية في مصر، بيشترك هو وحزب الوفد في حاجات كتيرة قوي، قمم ورموز قديمة من التاريخ من حزب الوفد، كانوا في فترات كتيرة كانوا على قمة الهرم الاهلاوي. ما ننساش ان كان في اول جمعية العمومية كانت انعقدت للنادي، كانت في 1907 كان بيرأسها سعد باشا زغلول اللي هو قطب الوفدي بصفته كان وزير المعارف، فؤاد باشا سراج الدين كان ليه دور في النادي الاهلي. فعلى مدار التاريخ هو الاثنين مرتبطين بحتة ارتباطهم الجامد بالوطن وقلعة من قلاع الوطنية. حزب الوفد تاريخ كبير قوي في الوطنية، والنادي الاهلي هو قلعة كبيرة من قلاع الوطنية في مصر والعالم العربي كله يعني. طبعا تكريم ابناء النادي الاهلي في المحافل دي طبعا ده بيبقى حاجة بتشرفنا وبيبقى ليها فخر كأهلوية، وبنحس دايما يعني الحمد لله ان هو ده الطبيعي، ان ابناء النادي الاهلي بيكونوا دايما هم في مقدمه حاصد الجوائز. دايما النادي الاهلي هو قلعه كبيره وكيان كبير جدا جدا جدا. يعني الواحد بيكرر تاني كلامه قلناه قبل كده، ان بالطبيعي الكيان الكبير قوي لازم يكون في نوع من في بعض الاوقات عقبات او صعوبات او ازمات. كل الكلام ده ما بيجيش حاجه للكيان، ما بيأثرش اي اثر ولو رفيع في الكيان الكبير. حته ازمات وتحالف ابناء النادي الاهلي دايما ده الطبيعي، لان النادي الاهلي مش مجرد نادي عادي، هو النادي الاهلي تاريخه الكبير جدا هي دي اللي بتولد ان في دايما عند الازمات او خلافه بتبص تلاقي تكاتف ابناء النادي الاهلي وكده. هو نادي مش نادي وليد حديث، لا هو النادي له تاريخ كبير وفي نفس الوقت حاصد لبطولات على مدار التاريخ، ومنكرر تاني هو جزء كبير من القوى الناعمة اللي موجودة في مصر والوطن العربي. عندنا ثقة جامدة جدا في فريق الكرة في النادي الاهلي، زي ما بندعم جميع الالعاب وزي ما فريق الكرة بياخد اكبر جهد من كابتن محمود الخطيب كمسؤول عن ملف الكرة ومعاونين في كده ومجلس الادارة في اي طلبات بيطلبوها،
ان شاء الله متوقعين وبنامل دايما ان فريق الكره كالعاده يكون هو برضو المتبوق لرقم المركز الاول في كل البطولات اللي شارك فيها. وان الكره لما بتكون جميله في النادي الاهلي الشعب المصري كله بقى عنده حاله من السعاده. النادي الاهلي بيتميز ان في ملفات كتيره قوي بتبقى ليها تخصص، يعني في ورش عمل موجوده في النادي الاهلي سواء مجلس الاداره او الاداره التنفيذيه كلها بقمه الهرم اللي فيها، كلهم في قطاعه شغال في ما هو مطلوب منه. وزي ما قلنا قبل كده عندنا برنامج انتخابي، الحمد لله ربنا بيوفقنا ان احنا في توقيتات معينه، التوقيتات اللي مرسومه ليه ان احنا ننفذ كده مع ما يستجد لصالح الجمعية العمومية ولصالح جماهير النادي الأهلي. فالحمد لله كل الحركة شغالة في النادي الأهلي على أحلى ما يكون، أسوار وخلاف ومنشآت. كنا لسه بنفتح بصالة الجمباز من كام يوم، الحمد لله حاجة مشرفة. جزء كبير قوي عمال يتلو اللي هو نتاج عمل دؤوب خلال الفترات اللي فاتت. الحقيقة ده تكريم لينا كلنا، ويعني قمة الوفاء وقمة الصفة المحترمة في أي دولة، اللي هي تكريم الأشخاص اللي يستاهلوا التكريم. فالحمد لله طبعا أنا ما كنتش متوقع حاجة زي دي، فأنا بشكر طبعا حزب الوفد وكل الشكر والتقدير ليهم طبعا. والحمد لله أن شفت كوكبة كبيرة جدا طبعا من الرياضيين، ودي من اللحظات الجميلة جدا والإنسان عايش وهو بيكرم. وإن شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وكل واحد يستاهل التكريم يكرم بإذن الله تعالى. النادي الأهلي يا رب بإذن الله فوق الجميع، جميع من داخل النادي الأهلي إن شاء الله كده دايما النادي الأهلي يفضل متعافي وفي أفضل حال، لأن ده بيبقى شيء مهم جدا لمصر كلها ومش للنادي الأهلي فقط لا غير. أنا سعيد بيوم النهاردة لأنه يوم وفاء، وأنا الحقيقة من الناس اللي بيقدروا قوي قيمة الوفاء. فالنهارده كان في وفاء لاجيال كثيره جدا، كان في وفاء لاسم من ابنائنا الراحلين الاستاذ محمد السباعي عليه رحمه الله، كان في وفاء لقيمه، كان في وفاء حتى لاسم الوفد نفسه يعني. فالنهارده ده ابرز مكان في هذا اليوم، ده اللي اسعدني جدا الحمد لله. اعتقد انه فعلا وجود هنا بريده سعدنا جدا، ويعني قرب المسافات، وبقيت انت عارف الخريطه عامله ازاي. فبرجع تاني اقول انه لازم نحافظ على القامات في كل المجالات سواء رياضية او سياسية او نتكلم على قيمة رياضية في افريقيا وفي العالم العربي الكروية. لازم نقول انا بريدة نتكلم على قيمة رياضية محلية مصرية، لازم نتكلم مع محمود الخطيب، وكلامي واضح ورأيي واضح ولن يتغير، سأظل مساند للنهاية يعني، سواء للكابتن الخطيب لمجلس الإدارة بصفتي عضو بصفتي لاعب سابق في النادي الأهلي. طبعا ده أمر بالنسبة لي فرض وليس سنة يعني، وأعتقد أنه دي ناس محترمة وناس بتأدي بكل جهدها بكل طاقتها للنادي الأهلي. فوز بالبطولات، فوز بمباراة أو خسارة مباراة، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن سياسة العمل اللي شغالة داخل النادي الأهلي احترام الجميع، اتصور ان دي رسائل بتوصل للكل. بعيدا عن المناصب وبعيدا عن كوني نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في عملي لازم اكون محايد بنسبة 100%، ولكن في قلبي طبعا بيظل النادي الأهلي، وببقى سعيد جدا كل الأندية المصرية بالتأكيد، لكنه النادي الأهلي عن جدارة واستحقاق فاز بهذا اللقب. النادي الأهلي وصل نهائي افريقيا، النادي الأهلي بطل الدوري العام، وبالتالي كان منطقي انه يفوز به هذا اللقب. كأهلاوي طبعا ببقى سعيد لأي حاجة بتسعد النادي الأهلي، كواحد اتحاد الكورة ببقى سعيد جدا لأي حاجة بتسعد المصريين جميعا، لكن هي لحظة تكريم النادي الأهلي وكان لابد من المشاركة في الفرحة والسعادة. تحية للحضور جميعا في بيت الأمة، بيت الوطنية، البيت الذي كان تاريخه الذي يمتد إلى 100 عام كان دائما ينحاز ويقف ويدافع دائما إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن والأمة العربية. تحية للضيف الكريم ولباقي الضيوف الأستاذ يعقوب السعدي،
الذي يمثل حضوره اليوم رسالة ذات دلالات كبرى، وهي أن مصر ودولة الإمارات العربية على قلب وفكر وإرادة رجل واحد من أجل الأمة العربية وليس مصر أو الإمارات العربية فحسب. عرس احتفالي أقيم اليوم في حزب الوفد بيت الأمة لتكريم أبطال الرياضة في مصر والعالم العربي عن عام 2018. طبعا احنا النهاردة تم تكريم شخصيات عظيمة، شخصيات كبيرة جدا محترمة جديرة بكل احترام في مصر وفي العالم العربي. الأستاذ يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي، الكابتن أحمد شوبير كأفضل إعلامي مصري، النادي الأهلي كأفضل نادي إفريقي ومصري عن عام 2018، الكابتن وليد سليمان نجم النادي الأهلي أحسن لاعب في مصر، الكابتن وليد أزارو نجم النادي الأهلي أحسن لاعب محترف في مصر، بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين، عدد كبير تم تكريمهم اليوم في بيت الأمة في حزب الوفد. تم تكريم عدد لا بأس به اليوم، ونتمنى إن شاء الله استمرار الاحتفالات داخل حزب الوفد.